ومنرحب بكل المشاهدين اللي عم بيحضرونا عبر قناة يوستريم أونلاين لايف بهالوندا ويبينار. طبعا ضيفنا لليوم هو السيد ماهر قدورة، مؤسس ورئيس شركة ميدان. ميدان هي حاضنة للمشاريع الناشئة المحلية الأردنية. طبعا كتار منا اللي عم بيحضرونا اليوم واللي بيعرفوك ماهر وبيعتبروك ملهم كبير، عندهم شركات صغيرة وشركات ناشئة وبيحبوا انهم يكبروها ويطوروها ويوسعوها. ماهر اليوم رح يخبرنا عن احد الطرق لنقدر نعمل هالشي، طريقة اسمها استخدام المساحات البيضاء او الوايت سبيسز بالاسواق المحلية. اول سؤال هو، وراح اترك لك طبعا البورد تحكي على راحتك، شو بتقصد بالمساحات البيضاء؟ شوفي، اول شيء بسم الله والحمد لله، يعني انا بدي احكي على طريقه واحده من عده طرق الواحد ممكن يكبر شركته. كلنا بدنا نكبر شركتنا وكلنا بنواجه صعوبات وبدنا نضلنا نفكر من هون ومن هون ومن هون كيف نحسن ونطور ونبيع اكثر ونفوت على اسواق اكثر. انا بدي اعطيكم طريقه انه في شيء بنقول له growing from the core، يعني انت بدك تقدر تكبر من الوسط لانت هاي الاريا او السوق اللي انت فاهمه، عندك سوق معين عم تشتغل فيه فاهمه، عندك برودكت، عندك زباينك، بتحاول تركز تحسنه وتلاقي كيف بتقدر انت في شغلات مش مغطيها او زباينك بدهم اشي تلبي لهم اياه او في نفس الشغله سوق بتروح له. هاي بنركز لها على اللي هي سوق الوسط، الوسط growing from the core. بس في شغلات تانية حواليها اللي هي الاسواق المجاوره. الاسواق المجاوره مش بس بنقول انه جغرافيا، ممكن تكون انت تفوت على قطاع اخر بتبيعه نفس البرودكت وعم تفوت على قطاع اخر، او بتستخدم تشانل جديد، يعني طريقة تسويق جديدة. هاي تذكر انه هاي بنقولها growing from adjacency، يعني انت بتكبر من جيرانك، من الحارة اللي انت فيها. تخيل هذا الشارع اللي انت فيه وهاي الحارة، بس بنفس الوقت ممكن انت تطلع على شغلات تانية خارج نطاق السوق تبعك، ومنقولها لحنا اسواق خارجية. بدي ارجع اركز انه في ثلاث زونز. الزون الاول اللي هو السوق اللي انت قاعد فيه اللي هو الوسط او الكور، الثاني النيبرهود او الادجيسنسي اللي هي المجاور لإلك، والثالث تطلع لبرا. هلا اذا بدي اجي واشرح كيف انت ممكن تفكر وتطلع بافكار كيف بقدر اكبر الشركه، بلا شك انه انت ممكن تزيد عدد الموظفين وتدرب موظفينك على البيع وتحط ميثودولوجي او طريقه بيع، تحسن بالويب سايت. انا ما بدي احكي بالمواضيع هاي معروفه، انا بدي احكي اشي ممكن يطلع لك افكار جديده وتطلع انت من نمط التفكير اللي انت بتشتغل فيه. هلا في اشي بنقول له في ادوات، ثلاث ادوات هاي دائما متغيره، انت بدك تكون فاهمها وفاهم شو الترند اللي فيها وكيف متغيره هي، كيف تقدر انت تستخدمها عن طريقه تدمجهم مع بعض حتطلع بشيء جديد. اول اشي بنقول كيف التقنيه وتطبيقاتها بتتغير، شو في اشي جديد، الكونتنت بالماركت كيف عم بتغير بالتقنيه، كيف طريقه التطبيق لهالتقنيه هاي الموجوده في جميع انواعها، من الكلاود كومبيوتينج للسمارت موبايلز للستورج للكونتنت الجديد للميديا للفيديو، كيف هذا بكون فاهمه وكيف بيأثر على شغلك. الشيء الاخر هو بنقول الفالي تشين، طريقه العمل، كيف التغيرات عم بتصير، شو في شيء عم بيطلع جديد وفي ممكن تغير انت في طريقه عملك من ناحيه البيع، توصيل البضاعه، تجيب الكونتنت، تخلق الكونتنت، كيف الناس تتواصل معك، كلها بنقول الفالي تشين اللي فيها كيف تتغير. الشيء الثالث ممكن تغير انت بطبيعه البزنس موديل تبعك، كيف بتسوي البرايسينج السبسكريبشن، طب كيف ممكن تعطي إشي فري، ممكن انت تتعامل مع شخص اخر، تغير من طبيعه العمل تبعك وطريقتك في التعاقد مع زباينك. بدي ارجع اكرر في ثلاث متغيرات، التكنولوجي تطبيقاتها، الإشي الثاني الفاليو تشين وطريقه العمل وتدفق العمل، الثالث البزنس موديل اللي نحن بنحكيها على الهيكليه التجاريه.
هاي اذا انت بتكون تشتغل فيهم لهدلهم بنقول لهم انيبلرز ادوات بياثروا على زباينك وعليك في طرق مختلفه. الامباكت شو ممكن انت بدك تكون اوبسست كيف تقدر تطلع بطريقه جديده او برودكتس جديده حتى توفير الوقت والجهد والمال لإلك ولزباينك عشان هاي الفاليو. إشي تاني زيادة المبيعات، الناس بحب تعطيهم حل تزيد المبيعات أو أنت بالنسبة لإلك كمان شو الإمباكت عليك وعلى زباينك. أسواق جديدة أنت مش فايت فيها ممكن بطريقة إعادة تعديل هدلون كيف تركبهم مع بعض تعطي لك فرصة تفوت أسواق جديدة أو تغير من الرولز كيف يو كومبيت. بعدين في تقليل المخاطر، هاي النظرية، ففي عندنا نحن أسواق فيها نقاط بيضاء لازم تلاقيها وتهجم عليها وتدخل زباين جداد عليها، وفي انت كيف الطريقة بتستخدمها عن طريق الأدوات كيف تتغير تكون فهمها تركبهم مع بعض تطلع بأفكار اللي هي بتأثر على زباينك. هلأ هاي النظرية بدي أفوت أنا بأمثلة حتى نقدر تطلع هاي. هلأ شو سوينا؟ سوينا هنا زي تيبل، والأمثلة راح أعطيها عالمية حتى ما حدا يكون في خصوصية لأي بلد. إجينا قلنا هاي التراك هذا هو كيف الواحد بيستخدمه التقنية حتى يغيره طريقة العمل الفاليو تشين. بعدين عندك البزنس موديل، وكل عمود هنا growing from the core اللي هي الوسط من adjacency neighborhood أو الأسواق الخارجية. بدي أجي أخذ مثال على كل سوق على كل زون. خلي بدي أفكر أول إشي بالسوق الوسطي أمازون. أمازون لما فاتوا على السوق قالوا لحنا بدنا نكون أونلاين شوبينج فور بوكس، وزبطوها، زبطوا الويب سايت، اليوزر انترفيس، طريقة الدفع، نفس الوقت طريقة السبلاي تشين تبعهم كيف بيقدروا يوصلوا لك الكتاب على الوقت. فهم اهتموا بالكور واستخدموا التكنولوجي بطريقة واضحة. طب باجي أنا بقول طب أنا إذا بكون بالوسط وبدي أستخدم أحسن طريقة العمل، أمازون شو سووا؟ اخترعوا جابوا الكندل وغيروا طريقة العمل، صاروا إيش يبيعوا بس إيش بدال ما يبعثوا لك فيزيكال برودكت بالمستودعات يبعثوا لك إياه، صار ممكن أنت تنزله عن طريق الانترنت وتقرأ عن طريق الكندل. فشوف غيروا من طبيعة عمل، شوفوا قديش وفروا على حالهم جهد يحطوا الكتب بالإنفنتوري بالمستودعات عندهم ويوصلوها عن طريق الفيدرال إكسبرس والفيدكس والهذا، وقديش تاخدهم. فأنت هلأ بسرعة بتنزل الكونتنت تقرأ على هالكندل. نفس الشيء لما تيجي أنت ممكن تغير البزنس موديل تبعك. بدي أذكركم إنه كندل هلأ ما أمازون تقرأ الكتب على الكندل ونفس الوقت تقرأ الكتب على الآيباد، بس طلعوا شغلة جديدة إنه أنت بتقدر تسوي سبسكريبشن، بتقدر تشترك وتنزل جرايد كل يوم. فخلقوا إيش؟ خلقوا تدف continuous revenue stream عن طريق السبسكريبشن. فبطلت إنه أنت بس تشتري كتب، تشترك وبتشترك بالمجلات وبالجرايد وبتصير أنت تأخذ منها. فهاي تفكير لازم تضلك تفكر أنت كيف تقدر تضلك تركز على الكور تبعك حتى تقدر تبيع أكثر. برجع وبقول بلا شك أنت تقدر تزيد ما تجيب موظفين جداد وتبيع وتدربهم، ولكن هاي أفكار مختلفة عن طبيعة العمل هذا. إشي تاني بدي أذكركم في زيروكس. زيروكس كانت تبيع كوبيرز، شو قررت؟ قالت أنا حتى أبيع كوبيرز أكثر بدي أغير البزنس موديل تبعي. فصاروا إيش؟ they lease أو وبشرجوك بالكوبير بالكوبي. فغير، فبطلت تدفع مثلا $10,000 تجيب كوبير، بيعطوك إياها وبأجروك إياها وبشرجوك بالكوبي أو بالشهر. فغيروا الموديل. ليش؟ إنه أنت بعد سنتين ترجع لهم إياها وبيجيب واحدة جديدة. هاي حتى يقدروا يزيدوا مبيعاتهم.
في اسئله شيء؟ لا انا حابه بس هيك مداخله بسيطه هون. انت عم تحكي اول شيء كنا عم نحكي بالوايت سبيس وبالجزء النظري وبعدين الادوات وبعدين كيف الواحد ببلش يفكر ويطور هذا. كيف بيعرف الواحد انه هلا لازم يغير نقطه تركيزه ويفكر باشياء انوفيتيف؟ يعني كيف بحس بهذا الشعور او بيعمل ماركت ريسيرش او هي شغله داخليه بحس فيها؟ شوف بدي اقول لك شغله. نحن عايشين بعصر اللي ما بضله يفكر بطريقة مختلفة، بالأخير حدا تاني راح يجي يفكر بطريقة مختلفة وياخد الشغل تبعه. أنا بقول دائما وأنا هيك بتخيل إنه معظمهم شباب اللي عم بتفرجوا علينا، بدك تضلك أنت up to date. كيف أنت شغال على تويتر و up to date؟ أنت بدك تكون حتى لو كل الحكي اللي نحكيه لقيته irrelevant هلأ اليوم، انت لازم تاخذ شيء تقول انا دائما بدي اقرا الساينز الموجوده. يعني اليوم بدي اقول لكم شباب، اليوم السمارت موبايلز موجودين اليوم عندنا and they are here to stay، ما راح يروحوا. في عندنا شباب كثير زي ما شفنا مؤخرا، في شباب كثير، الشباب الاسواق العربيه كلها شباب، فكلهم معاهم موبايلات. فانت اي شيء جيمنج كونتنت موجود على الموبايل، سمارت موبايل از ا ماركت اند اتس جوينج تو جرو. ما بقول كل واحد لازم يفوت عليه، بس هذا اكزامبل كيف الواحد ممكن يفكر ياخذ هالمتغيرات ويقول شو بقدر اطلع. طب والدراسات قديش مهم الواحد يعمل دراسات وماركت ريسيرش لحتى ياخذ يعني معلومات بطريقه ثانيه؟ انا بدي اقول لك، انا بجوز الشباب كلهم معظمهم بجوز ستارت ابس، وانا بقول ما تصرفوا مصاري كثير تسووا ماركت ريسيرش وتاخذوا بلاوي. الانترنت موجودة، الفكرة انه انت بدك تضلك صاحي تقرأ من الانترنت، تشوف الترندز في 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 كتير سايتس ممكن تاخذ منها معلومات وتحللها انت لحالك، تطلع بسيناريوهات ويكون عندك زي ما نقول انه you smell the opportunity، او انه تشوف وراء الكوربة. هذا بده تدريب، بدك تدرب حالك كيف تسويها. يعني صفة الانترنت يمكن احسن تول هلا موجوده لنحصل على المعلومات ونطور المعلومات عشان الامور متغيره بسرعه. فعشان هيك انا عم بحاول اعطي طريقه تفكير، ما عم بعطي لك كوك بوك، انا ما عم بعطي لك اجراءات، بقول لك كيف الجماعه هدلون بيفكروا بالاكزامبلز. يعني انا اذا بدي امشي على المجاور بدي اعطيكم مثال واضح. انا رح اتركك على البورد. انا بدي اقول لكم شغلي على كان الاكس بوكس والسوني بلاي ستيشن ونينتندو، كان ينافسوا بعض كيف؟ على اليوزر انترفيس. كان الجرافيكس واليوزر انترفيس هي العنصر الرئيسي في المنافسة، بكلف كتير وبده بني آدمين كتير وبده تكنولوجي كتير. نينتندو كانت راح تروح بانكربت، فقالوا شو بدنا نسوي؟ لازم نغير المعادلة. فإجوا قالوا نحن شو بدنا نسوي؟ اجوا اخذوا اكزيستينج تكنولوجي موجوده، هاي الموشن ديتكتر ولا بعرفش ايش، وطلعوا بالوي. الوي هذا شو سوى؟ الوي اول شيء غير الكومبيتيشن من جرافيكال يوزر انترفيس ل موشن ديتكتر بتسوي ودخلوا العاب كثيره، فوتت شرائح من الزباين جديده. كان معظم اللي بيلعبوا على الاكس بوكس والسوني بلاي ستيشن ونينتندو ميل تين ايجرز، هلا بتلاقي الوي فيها كثير رجال كبار، ستات كبار، وصارت لعبه عائليه. فشو سووا؟ دخلوا شرائح جديده على السوق وخفضوا من التكلفه تبعتهم بالتكنولوجي. فهاي الوي شو سووا؟ غيروا بالتكنولوجي وغيروا في طريقتهم في العمل، فوتوا زباين جداد ما كانوا موجودين. فبتلاقي كان قعدوا لفترة معينة يبيعوا 6 أضعاف الإكس بوكس. الإشي الثاني بدي أقول لكم عليه، إنه أنت تذكروا نايكي أول ما بلشوا كانوا يبيعوا رانينج شوز، بعدين فاتوا بالرياضة. هاي كيف تطوروا؟ فاتوا بالرياضة، الملابس الرياضية، ولكن بتلاقيهم هلأ غيروا الموديل تبعهم، فاتوا صاروا عندهم محلات عشان بيبيعوا فاشن. فتخيل انت نايكي
فاتت بالملابس الرياضية، بعدين صارت تاخذ to move into adjacencies اللي هي كل رياضة مثلا فاتوا بالباسكتبول، بعدين بالفوتبول، بعدين بالجولف، بعدين صارت مش بس رياضة، صارت فاشن اندستري، فاضطروا يفتحوا محلات بالشوارع الرئيسية، فعشان هيك بتروحوا بتلاقوا نايكي ستورز. هاي اجين طريقة كيف الواحد بكبر وبغير. اشي تاني تغيير البزنس موديل، اوراكل لقت انه في سوق صغير، سوق الشركات الصغيرة عندهم مشكلة فيها مش قادرين يفتوها، فسووا اوراكل اون ديماند، انه انت سووا الاوراكل بدل ما تيجي تدفع لايسنس سووها اون ديماند، انه زي التليفون تبعك كل ما بتستخدم تدفع فاتورة اكثر. فهي نفس الفكرة، ففتحت اسواق لهم كثيرة. هاي في التغيير، يعني برجع بقول انت هذا هو طريقة تفكير ومنهجية تفكير، انت كيف تفكر كيف تكبر شركتك. يعني انت اليوم اذا عندك سوفت وير وملاقي انه زباينك عم بيستغلوه، انت بدك تفكر الطريقه كيف بقدر اسوي يوتيليتي، كيف بقدر احطه على كلاود كومبيوتينج وابيعه زي اوراكل اون ديماند. ما بقول بناسب كل واحد، بس هاي طريقه التفكير. هلا بتلاقي انت، وبدي اجي انهي انا، انه بدي اذكركم بالايبود. ابل ما كان لها علاقه بالميوزك، اخترعوا الايبود مبني على الستورج تكنولوجي الموجوده، قدروا يحطوا على قطعه صغيره 1000 اغنيه في بسرعه تستخدمها وتغير وتسوي بلاي ليست. كل الامور هاي ما استكفوا هيك، قال لك انا بدي، كانت الاندستري تبعت الميوزك كان فيها مشاكل، مش قادرين يحافظوا على الكوبي رايتس، كان مبيعاتهم نازله، فاجوا قالوا لهم خلقنا اي تيونز، تعالوا انتوا بيعوا عنا. بس بنفس الوقت شو سووا؟ غيروا البزنس موديل، انه قالك انا ببيع باي تراك. انا لما كنت اروح واشتري السي دي لازم اشتريه كله عشان اغنيه واحده، هلا انا بروح على اي تيونز بشتري اغنيه واحده ما بشتري السي دي. فشو سووا؟ حافظوا على المبيعات، حافظوا على الكوبي رايتس، وخلقوا لهم موديل انه ببيعوك الاغاني والجهاز، وهم بالجهاز بالاغاني بياخذوا 30%، ونفس الوقت طوروها للجيمز زي ما بتعرفوا الاب ستورز كل الامور هاي. فانا بقوله هذا فريم ورك، طريقه تفكير كيف انت تاخذ شغلك وتقول انا كيف بقدر استخدم التكنولوجيا الموجوده وتطبيقاتها اركز حالي بسوقي زي ما سوت amazon.com. كيف بقدر انا اغير من طريقه العمل، ابسطها، اجيب اقيم منها جزئيات حتى اقدر انا اكون more cost efficient. كيف انا بقدر اغير البزنس موديل تبعي حتى افوت واجيب زباين اكثر، كيف اغير طريقه التشارجينج تبعي زي ما سوت اوراكل فاينانس، اوراكل اون ديماند. اوكي، مداخلة تانية ماهر، في كتير شباب يعني بيكونوا واعيين وعارفين شو بدهم يعملوا، بس كتير بخافوا من المجازفة. سؤال لك إنه كيف الواحد بيعرف، أو هل ممكن يعرف إنه المجازفة أو المكافأة رح تكون أكبر من المجازفة؟ طيب. وبحب بس أذكر مشاهدينا إنه منقدر طبعا نسأل سيد ماهر أسئلتهم عبر التويتر شانل، فابعتوا لنا أسئلتكم وملاحظاتكم عشان بالنص ساعة الأخيرة من الويبينار نطرحها على ماهر. طيب. أنا بدي أقول لك شغلة، دائما بستخدم إشي، سوري، بستخدم إشي بعرف إذا مبيني، هاي بقول هاي attractiveness، قديش هذا منيح لإلي، وهاي ability to execute، قديش أنا قدرتي أنفذه. بدي لكم إياه، أنت يعني دائما 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 لازم تكون تطلع بأفكار وفرص. شايف هذا الفيلم حكينا فيه، أنت أقعد أحلم فيه. اللي ما بقعد بالنهار بسوي داي دريمينج، بحلم احلام اليقظه وبفكر، هذا ما راح يكون كرييتيف. فانت دائما 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 بدك تسوي برين سيميوليشن، فبتطلع بافكار، بتيجي انت بتقول طب هالفكره هاي قديش اتراكتيف لإلي، قديش في سوق لإلها،
قديش ممكن أكبر شركتي، قديش السوق فيها عم بكبر، قديش هي ممكن أنا أجيب أرباح منها، قديش بقدر أسعرها. هذا الأتراكتيفنس. بس بنفس الوقت أنا بدي أجي أوازنها بقدرتي على تنفيذها، الريسكس اللي فيها قديش بدها مصاري. فأنت لما تقعد يبلط هذا الفور باي فور ويطلع الفكرة تبعتك إنه أنت كتير أتراكتيف وكتير أنت بتقدر تأكسيكيوتت، هذا الزون هو منيح تكون فيه. بس أمرار بتلاقي فيه إشي فريقة كتير حلو وكتير مفيد لإلك وبتحمس عليه، ولكن قدرتك على إنجازه وتطبيقه ضعيفة. بتقول وين؟ كيف بقدر أحسن؟ ممكن تسوي أنت ألايانس، تشارك حدا. مثال، أنت بدك تفوت على سوق السعودية، وسوق السعودية مهم، بس ما بتعرف حدا، بتلاقي يا بتحط تشانل بارتنر يا بتشارك حدا. ما بتروح بتهجم لحالك، عارف كيف؟ وأنت مش عارف، رح تاخذ 6 أشهر تعرف تسوق بالرياض. فهاي واحدة من الأفكار. إذا أنت بتقول أنا والله بدي أسوي، بدي أورد، أنا عندي ببيع شغلات على الإنترنت وبدي أوردها. إذا أنت ما عندك علاقة مع ناس بفهموا باللوجيستكس، ممكن تروح أنت تقول تعال يا عم أنا بدي أشارك أرامكس بالموضوع وأنا أبيع الستور هذا، تمام؟ فهاي الأفكار الموجودة، أنت دائما 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 اطلع بأفكار، ولكن استخدم الفور باي فور هذا. برجع بذكر أتراكتيفنس هاي لو وهاي هاي، والأبد تكسيكيوت لو وهاي، انت بتقيم وبتغربلهم. نفس الشيء الافكار هاي اللي هنا بتطبق هاي نفس الشيء عليها. طب انا عندي سؤال ثاني. طبعا ما بنقدر ننسى الواقع اللي احنا عايشين فيه، وهلا عايشين بواقع عم نمر باوضاع اقتصاديه عالميه صعبه كثير. شو النصيحه اللي بتعطيها للي بده يكبر ويحسن بشركته بهالظروف الاقتصاديه الصعبه هالايام؟ يعني شوفي، انا التفكير الموجود، انا بدي ارجع واقول في عندك طريقة أنت إنه تحدد وين الماركت تبعك. أجيب لك مثال. يعني أنت اليوم إذا عندك ويب سايت واضح، والويب سايت مبني على عدد الناس اللي بده لازم يجوا عليه، أنت واضح في عندك سوق مصر وسوق السعودية، لازم تفكر إنه هالأسواق هاي اللي فيها أكبر عدد من المشتركين بالإنترنت وبعدين بدهم عربي، انت هاي ماركة لازم تكون موجود عليها وتركز عليها. ما بتقدر تقعد لحالك وما عندك خطة او نموذج او استراتيجية كيف انا افوت على السعودية واوصل لهاليوزرز هدلون. ونفس الشيء بمصر، اللي عم بقوله انه الواحد لازم يسوي بنقولها الفايتال فيو ثينجز. انت لازم تركز على الشغلات الرئيسية حسب البزنس موديل تبعك. إذا البزنس موديل تبعك بقولك أنت بدك تستقطب أكبر عدد ممكن من اليوزرز، بدك تروح عليهم، لازم تكون عندك كلير تارجت للسعودية ولمصر. إذا أنت بتقول أنا والله عندي أنا بضاعة بدي أسوقها موجودة، ممكن تكون مش ضروري على الإنترنت، انت اليوم لازم، برجع بقول انه هاي اوقات بدك تعرف زبونك، تعرف مصاري وين بصرفها. يعني انت، يعني اجيب مثال حي. اذا انت اليوم عندك تيليكوم كومبانيز عندهم مشاكل في الفويس عم بنزل، وبدهم ايدياز وافكار كيف يزيدوا من الانكم تبعهم بالداتا، انت ما بتروح تعطي فويس برودكت ولا بتعطي اس ام اس برودكت، بدك تيجي تقول عنا سمارت موبايلز. لازم تفوت بافكار جديده على الفيديو كونتنت والفيديو كونتنت والافكار والاغاني، كل هالامور هاي اللي هي ضابطه اللي بتخليهم هم يرفعوا الكونتنت ريفينيو تبعهم من الداتا. هاي اجين، هاي الأفكار الموجودة ممكن أنت تضلك تركز عليها. أوكي ماهر،
سؤال ثاني، في كثير ناس بيكون عندها شركات وبيعرفوا انه البوتنشل تبعها تكبر محليا وعالميا. اذا انا عم باسس شركه لازم افكر بالبدايه كيف راح اقدر اكبر بشكل عالمي والتارجت تبعي يكون عالمي، ولا لازم افكر بشكل محلي اول شيء؟ بدي اقول لك شغله، بتعتمد على طبيعه عملك، طبيعه الشركه تبعتك. اجيب لك مثال، يعني انت اليوم في عندنا بميدان في عندنا حدا مسوي ويب سايت تمبلتس بالعربي من رايت تو ليفت، اللي هو انت بتشتري تمبلتس عربيه خلال ساعتين بكون مطلع عندك ويب سايت. انا بقول اللي عنده شغله زي هاي مش لازم يكون يركز على السوق المحلي، لازم عشان الانترنت بتعطي لك مجال تفوت بكل محل. اذا انت عارف على الانترنت هالديجيتال سبيس، عارف وين الزباين، بتستخدم الجوجل صح والسيرش صح، عارف مين بدور على ويب سايتس زي هيك عربيه او رايت تو ليفت، فانت ممكن تو ابروتش ذم، بتحط افليت ماركتنج. فالانترنت كسرت الحاجز هذا للاسواق العالميه، ولكن انت اذا عندك شيء فيري كثير لوكال، كثير لوكال، وانت عم بتبيع فيزيكال برودكت، والفيزيكال برودكت هذا السوق تبعه محلي، محلي، انت بدك تركز محلي تنجح بالسوق تبعك. اذا انت بتقول بس ما بتقدر تيجي يعني تبلش لما نطح شطح، عارف كيف؟ فبدك تكون تعتمد على طبيعه عملك. انا بشجع الكل ياخذوا ادفانتج من الانترنت انه كسرت الحواجز. فانا التندنسي تبعي كل اذا السيرفيس تبعك عالمية أو ريجينال روح عليها. طب نرجع لبداية الحديث والمساحات البيضاء، أعطيتنا أمثلة كتير حلوة من أمازون لأبل لوي. خلينا نحكي كيف بتطبق الحكي هذا وسياسة نمو المعرفة اللي هلأ عم نشهدها هون بالأردن، كيف بتطبقها على السوق المحلي عندنا هون بالأردن؟ شوف بدي أقول لكم، يعني أنا اليوم إذا بدي أجي وأنا عندي شركة وبدي أطبق الحكي اللي حكيته هذا، أول ستيب بسويها باجي أنا بعرف مين زبايني ومين شو الاحتياجات اللي هي مش متوفرة لهم بدهم إياها بس مش متوفرة عندهم، وأشوف الزباين اللي أنا بقدر أستقطبهم بمنتج جديد أو منتج معدل. فلازم أفهم شو الاحتياجات وين زبايني موجودين وشو بزوق وشو بشعر. يعني بقول لك إياها، أنت تقمص شخصية زبونك وتقمص شخصية اللي جنب زبونك، جار زبونك لو لسه مش زبونك، تفهمه مظبوط. هذا واحد. الشيء الثاني إن أنت لازم تيجي تعرف شو المتغيرات اللي بتصير بالعالم. يعني برجع بقول إنه أنا بدي أفهم السمارت موبايلز شو الأوبرتيونيتيز اللي عم تعطيني إياها، المتغيرات هاي كيف عم بتغير من طريقة العمل. أنا لازم أكون عارف إنه الموبايلز هاي راح تصير زي اللابتوبس، فماذا تعني لإلك؟ ماذا تعني لشركتك؟ شو بتعطي لك opportunities؟ هلأ ندمج التفكير هذا تبع علمك للزباين ومتغيرات تطلع بفرص. الأفكار هاي اللي بقول لك إياها اللي أنت imagining the possibilities زي ما تضلك تفكر فيها. هلأ بتيجي هاي الأفكار لازم تسوي لها تقييم وتعرف شو اللي بدك إياه، إيش اللي بزبط إيش ما بزبطش، شو الاحتياجات هتطبقها وتعطي لها أولويات، بعدين بتحطها بخطة. أنا بقول هذا بطبيعة، أنا دائما 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 I am bubbling، دائما بطلع كل شيء بقرأ، كل دعاية بشوفها، كل مجلة بفتحها، كل خبر بشوفه بتفرج وبقول شو. يعني لكم مثال، اليوم عم بتفرج أنا بتابع وائل غنيم تبع مصر، كاتب اليوم على كراود سورسينج. تعرف شو مسويين؟ يعني مسويين كراود سورسينج، عم بطلبوا من الشباب المصريين يعطوهم افكار كيف ممكن يحسنوا مصر، كراود سورسينج. فهاي تعطيني انا فكره، طب كيف بقدر ممكن اطلع انا شركه او تو اكستند الشركه عندي او البرودكت تبعي، اسوي كراود سورسينج سيرفيسز اعطيها للحكومات تصير تساعدها تفهم شعبها.
اوكي. يمكن ماهر انا ما ترجمت السؤال بشكل كثير مزبوط، رح ارجع اعيده بالانجليزي، وهو بيقول how would you apply this on the growth strategy of the knowledge economy in Jordan. تمام، يعني انت النوليدج ايكونومي ان جوردن، يعني انا بدي اجي اقول خلينا نعرف شو النوليدج ايكونومي. النوليدج ايكونومي هو اي الاقتصاد المبني على المعرفه. يعني انا اليوم اجيب مثال، انا باجي بلاقي، بجيب لكم مثال حي وانا شغال على الموضوع هذا، عم بسوي مشروع اسمه حوت. انا ملاقي في نظريه انه الكونتنت العربي قليل، وحتى نحطه تكست راح تاخذنا اجيال، والناس الاجيال الجديده هاي ديناميكيه، ما عندها خلق ولا وقت تقعد تقرا شغله 6 صفحات اللي انت ممكن تعطيهم اياها بدقيقه بالفيديو. فشو عم نصير؟ ممكن نولج ايكونومي، مين قال النولج لازم يكون على ورق او يكون بكتب فقط؟ ممكن يكون بفيديوهات، فيديوهات حلوه دمها خفيف. هاي انا كيف انا ممكن اخذ ادفانتج اوف الفيديو الافيلبل اليوم بهالكاميرات الصغيره، الفيديو تكنولوجي اللي انت ممكن تستخدمها تفرج فيها على السمارت موبايل، وعندي شركات اتصالات آكل حالها تورد هالفيديوز هاي على الموبايلات حتى تطلع مصاري منها. فانت اليوم انا بالنوليدج ايكونومي بقول لك ممكن انا اجي تو تيك ادفانتج فيها، اقول انا شو احتياجاتهم، في كثير شغلات انا اي كان بروفايد شغلات صغيره الناس تتعلم منها او اخبار، وممكن اوفرها عن طريق الموبايل. هاي فكره من الافكار اللي ممكن اورد. ممكن انا اطلع بشانل تلفزيوني اسلامي على الموبايل فقط، ان الناس تشترك فيه، مو احنا بيجونا اس ام اس. انا ممكن اسوي شانل اسلامي على الموبايل يعطي معلومات وكثير شغلات اسلاميه الناس بدها اياها، واثبتت انه في ماركت فهي المعلومات. هيك بتقدر انت تفكر في قراءه الترند، شو عم بيصير بالعالم وكيف انت بتقدر تركب الموجه اللي بيحكوا. ايش في اسئله كمان؟ سؤال بطرح نفسه، احنا كثير بنحكي عن قطاع التكنولوجيا وقطاع يعني مزدهر بجهتنا من العالم، بس في كثير رياديين عندهم طموح يبلشوا شركات وبزنسز بقطاعات ثانيه، شو الادفايس تبعك لهم؟ وبرضه هل الانترنت من اهم التولز اللي يعني ياخذوا معلومات منها، ولا ممكن يفتشوا برضه بمجتمعاتهم او اساليب ثانيه لحتى يعني يفوتوا مثلا بقطاعات فنيه، بقطاعات عمليه، بقطاعات غير؟ يعني شو بدي اقول لك شغله، انا اللي بدنا نركز عليه التكنولوجي موجوده في حياتنا، واي بزنس لازم يستخدم التكنولوجي. هلا في تطبيقات مختلفه، بس اي بزنس ما بيستخدم التكنولوجي، انا ما بقول بس يعني كمبيوتر وانترنت، التكنولوجي يعني خيالية تمام الموجودة. وبدي أذكركم إذا أنتوا شفتوا وسمعتوا بالنانو كار اللي هي مبنية على كونسبت بسموه غانديان إنجينيري، من غاندي، غانديان إنجينيرينج. النانو كار مبنية عليها، إنه بيقولوا له بيقولوا لها value for money. شوفوا يا جماعة، أنت اليوم التكنولوجي لازم تكون، أنا برأيي، عنصر رئيسي بأي إشي أنت بتسويه حتى تقدر توصل للأسواق الموجودة. أنا في عند هلا والله إذا أنت بدك تفتح مطعم فاين، هذا ما بده، ممكن تستخدم التكنولوجيا بطريقة تانية، نسوي ديليفري، يعطوك أوردرز على تويتر، يعني السوشيال ميديا زي ما شفنا بتغير، يعني أنقذت بلاد، عرفت علي، وصوت ثورات. فبقول أنا التكنولوجيا موجودة، والشاطر اللي بيعرف كيف يستخدمها بكل إيري. هذا في ناس ممكن يبني كل شغله على مبدأ التكنولوجي، وفي ناس بيستخدموه كإنيبلر لإلهم. تعتمد أنت شو اللي بدك إياه، بس الجواب التكنولوجي لازم تكون عنصر بيساعدك في النجاح. إجانا follow up question على السؤال اللي قبله اللي عن knowledge economy، وبيقول السؤال how does this relate to the current competencies of the Jordanian knowledge economy؟
كيف يعني؟ النقطة اللي كنت عم تحكي فيها. يعني شوف، أنا عم بقول بشكل عام في كتير يوزرز بعرفوش إنجليزي، وأنا عم بلاقي بحز بنفسي إنه في كتير شباب عنا لغتهم الإنجليزية مش قوية، وما بلومهم، وما بدنا نقعد نستنى إنه هالعلم الموجود عالميا إنه ما يكون متوفر للشباب اللي بيحكوش أو متمكنين اللغة الإنجليزية. ففرصة ممكن تكون هاي فرصة ورسالة بنفس الوقت، إنه أنت توفر تدريب ومعلومات استخدام الفيديو حتى توفر معلومات ونعلم الشباب باللغة العربية زي ما عم نسوي هلأ، كليبات قصيرة بدل ما يقعد يدور على إشي بالعربي أو حدا يترجم بلاقيها إشي بالعربي وبتعلمها، وبنقدر نختصر الوقت. هاي حسب أنت الكومبيتنس الموجودة بالأردن. إذا السؤال على الأردن، أنا اليوم ما يعني في كتير شغلات بأي اقتصاد في نواقص. يعني أجيب لكم مثال، يعني أنا اللي فهمته إنه شغلة بروغرامينج بالجيمينج والموبايل أبس في ناقصنا سكيلز بالأريا هاي وبروغرامرز. طب هاي this is an area إنه ممكن نحن نلاقي برامج موجودة على الإنترنت نترجمها بالعربي لكن اللغة بالإنجليزي ونوفرها للكل حتى إذا نطلع فيها. في كتير شغلات بقطاعات مختلفة اللي عم بقوله نقدر نستخدم التكنولوجي وهالتولز الأفيلابل حتى نقصر ونسرع شغلة الوصول للعلم والكومبيتنسيز اللي ناقصنا. عم بيجينا أسئلة كتير حلوة وإنترستينج من الشباب يا ماهر. عنا هون بس ما يكونوا صعبين، ما يكونوا صعبوا الأسئلة. لا مش صعبين، هاي ملاحظة يعني مش حبكر أنا كل شيء. لا هاي ملاحظة أو تعقيب على نقطة اللغة من مستمعة أو مشاهدة من السعودية عم بتقول many users don't know English so I believe this is a major problem in the Middle East. اللي عم هذا المقولة بتأكد عليها إنه بالزبط. ما بدنا شبابنا وبناتنا إنه يخسروا عشان بيعرفش إنجليزي. صح. لازم واجب، لازم يكون رسالة هاي نوفرها للشباب والبنات اللي بيعرفوش إنجليزي. سؤال جديد، what if a company starts to offer a product that is not available in the local market؟ يعني إذا شركة بتطرح منتج مش موجود بالسوق المحلي شو بيعمل الواحد؟ يعني شوف أنت أي شيء، شوف يا جماعة في نوعين، في أنت أمرار بكون في برودكت في له حاجة واضحة، أو أنت بتفوت وبكون الجماعة أنت بتخلق الديماند لإله. يعني أجيب لكم مثال، يعني أول ما بلشنا ما كناش قاتلين حالنا على الآيبود، بس هلأ ما بنقدر نعيش بدون الآيبود، وهلأ بعد شوي حتى الآيبود تاتش بنقدرش نعيش بدونه. فاللي بدي أقوله إنه أنت اليوم في الشغلات بتصير بتبلش بإشي wanting something، بدك بحاجة أنت بدك إياه، بس بعدين بتصير بحاجة لإله. تخيل إحنا كنا عايشين وأنا بعمري ما كان عنا موبايل، وكنا عايشين وما ما شاء الله عنا، هلأ الموبايل صار تقدرش تعيش بدونه. اللي عم بقوله الشركة الشاطرة اللي بتعرف كيف تبوزيشن البرودكت تبعهم المنتج تبعهم في السوق، كيف تمركزوا بالسوق وتدخلوا الناس تصير لها نظره لإله. هاي الافكار الموجوده كيف الواحد يفكر فيها وكيف يدخل هالبرودكت لهالسوق هذا. ايش كمان يعني هو تعقيبا على سؤاله مثل ترند but is a dying here dying cat trend in the global market such as a magazine مثلا. على سبيل المثال كنا عم نقول انه اذا انت عندك برودكت بس مش موجود بالسوق المحلي او برودكت يمكن عم يتلاشى مثل مجله شو بتعمل؟ يعني شوف الواحد ما بده يكون زي النعامه حاطط راسه بالارض، بده يقرا الترندز اللي صايره بالسوق. يعني هلا المجلات كلنا بنعرف انه المجلات والبرنت هذا انا اليوم بغير انا بعرف بقول التالي بعمل مجله جديده ولا انا في عندي ما بسويش مجله بسوي إشي يتناغم مع الموبايل مع الايباد ومع اللابتوب.
بسوي إشي دايناميك. الناس عايشين بعصر السرعة هلأ، الناس السبان اوف اتنشن تبعهم بركزوش كتير، منتعايش معاها. يعني شوفوا انتوا على تويتر هلا، يعني انت بدك تحط بدك مختصر، يعني الامور ماشيه بسرعه. يعني في اذا صحت الكلمه حياتنا تختزل، والشاطر اللي بتناغم معاها وبكون ريليفنت ما بجيب بطلع بمجله، لا بطلع بشيء جديد جديد ديناميكي، في طاقه، في سهل تغيره، يتناغم مع العصر، يتناغم مع السوق. تذكروا سوق الشباب بالعالم العربي كبير، يعني بدي اقول لكم اياه والاحصائيات الموجوده، بجوز 60% من العالم العربي تحت ال 28. فشوف قديش في عندك اسواق كثيره لهال. فانت فكر بالديناميكيه، فكر بالتكنولوجي، فكر بالكونتنت السريع، ما تفكر بادوات الماضي. سؤال تاني ماهر، شو هي التحديات الإدارية والهيكلية لشركات الخدمات بعد نموها لعدد أكبر من 20 شخص؟ شوف يعني أنا اللي بدي أقوله، يعني دائما باجي بحكي إنه it's about execution. أنت اليوم في أفكار كتيرة، الشاطر اللي بيعرف ينفذ. هلأ بدي أقولكم من تجربة، انت كل ما كبرت عدوك الرئيسي هو الكوميونيكيشن. بتبطلوا بتحكوا مع بعض، بتصيروا مشغولين، كل واحد قاعد بمحل، بتصير صعب تقعدوا وتجمعوا الكل، بتصفي كل الامور على الايميلات، ما فيها بيرسونال تاتش. طيب فاين، ولكن لازم تلاقي لها حل، انه يكون في وضوح وسمبليسيتي. بدي اقول لكم اياه، اوعك 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 تعقد وتصير نظري. اللي بقوله انا كون عملي، خلي حياتك بسيطه، ركز اللي بقوله انا على الفايتال فيو ثينجز، الشغلات القليله ولكن الخطره والحرجه. بدي اقول شغله، انت مثلا بتهمك انه التواصل الشيء لكل ما تكبر لازم تركز على التواصل، تركز انه تكون امور وحياتك بسيطه، تركز انه الامور ما تميع، انه يكون في اهداف واضحه وبتقدر انت تمجرت تقيسها. قياس الاداء مهم، عشان ايش؟ اذا كل واحد قاعد بمحل لازم يكون عارفين. بقول لك the way you are measured you behave، يعني كيف انت يقاس ادائك تتصرف. اوكي سؤال ثاني حلو، كيف بتقيم الافكار الجديده؟ على اي كرايتيريا بتعتمد تقول انه هاي والله فكره ممتازه وهاي لا بتزبط وهاي احسن؟ انا عندي دائما، انا عندي اوبسيشن بشيء بقول له 4 باي، يعني 2 باي 2 اللي هو رسمت لكم اياه. كل شيء بسويه، بكل شيء بسويه عندي بقول انا قديش هاي مفيده لإلي، هذا بحطه على الواي اكسس، وقديش قدرتي على التنفيذ. الحياة مش حلم لحالها، فأنا بقعد بحلم وبطلع بأفكار، بعدين بقول طب أنا حب هاليوم والله فكرة رهيبة، في لها سوق، فيها أرباح كتير، ولكن برجع بقول طب أنا كيف بدي أنفذها هاي؟ الأحلام ما بتصير هيك، لازم أقول طب أنا في عندي قدرة، هل عندي خبرة، هل عندي شركاء يساعدوني فيها، هل هي صعبة، هل بدها رأس مال كبير، هل بتاخذ وقت كتير. فتذكر دائما اللي بقول لك 2 by 2، الاتيتيود الاتراكتيفنس اوف تو اكزيكيوت. وباي ذا واي في كتاب اسمه ال 2 باي 2 بوك، بيحكي لك على كتير شغلات كيف انت ممكن تقيم شغلات كتير بحياتك وبالشغل استخدام 2 باي 2 هاي. سؤال تاني، في كتير ناس عندها كتير أفكار عظيمة بس عندهم limited resources، شو بيعملوا؟ موارد، يعني متأيدين بالموارد لحتى يقدروا ينفسوا هاي الأفكار. شوف بدي أقولك، أنا عم بدور على هدلون، فأنا اللي بدي أقوله أنت إذا عندك أفكار ما تخليها ببطنك وتروح تقرطها موتة والفكرة ما طلعتها. اللي بدي أقولك إياها، بتروح عليه اللي عنده أفكار وما بركض وراهم. الحياة قصيرة
ورب العالمين بقول لك اطلع واشتغل وانجز واترك اشي وراك، فما تقعد تنق وتلعب. انا دائما بقول كيف تقدر تفيق واحد عامل حاله نايم؟ ما تعمل حالك نايم. اذا عندك افكار دور احكي فيها مع ناس بتثق فيهم، لاقي منتور لإلك تو جايد يو. وما شاء الله هلا الانكيوبيترز عم بتزيد بالعالم العربي، لاقي حدا، دور على شريك لإلك اذا انت خايف ما معك مصاري او ناقصك شيء. بتقول اسمع انا تكنيكال، لاقي صاحب لإلك منظم، لاقي صاحب لإلك بياع، اجمعوا مع بعض. ما تضلك انت تسوي حالك طرزان لحالك، جمع. بس اللي بقول لك اياه اطلع بفكرتك احسن ما تندم. كثير شباب عندهم افكار تتعلق كثير بالتكنولوجيا وبالاي كوميرس. جاينا سؤال بسألك، لسه الاونلاين بيمنت او الدفع عن طريق الكريدت كاردز عن طريق الانترنت مشكله بالعالم العربي، وهذا الشيء طبعا بحد من كثير شو اسمه افكار لبزنسز. انا اللي بدي اقوله انه يعني كل مشكله في لها حل، وممكن تكون opportunity. انت اليوم اذا بتقول اجيب لك كيف بنظر لها، طب انا اذا ملاقي البيمنت مشكله، طب ليش ما تطلع حل لمشكله البيمنت هاي؟ هاي فرصه. ما دام انت عم بتقول انه البيمنت مشكله بالعالم العربي، ليش ما نطلع بفكره نحلها؟ هذا واحد. الاشي الثاني، انت اليوم بنعرف وبنقرا انه بالاخير هي راح تنحل. نحن دائما السايكل تبعنا عم تقصر، انه دائما نحن نكون متاخرين بعد امريكا بثلاثة لخمس سنوات. انت اليوم بدك تقرا هالترندز هاي وتاخذ حلول من هلا. اللي بنقول لك اياه، انا ملاقي كثير شركات شغالين وبدفعوا وبقبضوا والناس تدفع لهم عن طريق الاي بيمنت والاونلاين بيمنت. فوالله مش انه والله سوبر الشغله، ولكن انا ما بلاقيها عذر، بس بلاقيها ممكن تكون فرصه انه انت تحلها. سؤال ثاني، كيف بنقدر نحافظ على ثقافة الشركة بعد ما تكبر؟ هل هو النمو عدو للإبداع برأيك؟ أنا بلاقي وبدي أقوله، نحن عايشين بمجتمع شرقي، القائد مهم. إذا أنت يا صاحب الشركة يا المدير ما بتآمن بثقافة الشركة أو الكلتشر أو الفاليوز وما بتعيشها، في مشكلة. فلازم أول إشي نبلش بالليدرشيب، بالقائد الموجود اللي هو يآمن بثقافة الشركة ويضل يحافظ عليها. عشان أقول لك شغلة، يعني أنا دائما بقول الثقافة هاي زي البوصلة. أنت ليش مهمة؟ أنت اليوم إذا بعتت بياع أو شخص مسؤول عن البيع وراح من بيروت على الرياض بده يبيع، انت ما بدك تقعد تكون هكلان هم اذا بده يشتغل بده يشتغل. اذا انت معطيه البوصله وكلكم معاكم البوصله هاي، الشمال شمال والجنوب جنوب، وكلكم امن فيها وبستخدمها، انت بتنام مرتاح. فبدي احكي انا لصاحب الشركه او الانتربرنور او هذا، ابني هالمنظومه القيم من هلا عشان لما تكبر تكون مؤسس على ارض قويه. زي اللي بربي ابنه، اللي بيربي ابنه صح وبيزرع فيه القيم، والله بتبعته للماو ماو بضله معاه البوصله هاي وما بغلط عشان بيعرف حاله شو الصح والغلط. ما في كثير شباب عندها افكار بس بتخاف انها تحكي فيها وتشاركها، باعتبار انه ممكن في ناس تسبقها وتاخذ هاي الافكار ويكون عندهم امكانيات احسن ياخذوها ويخطفوها وينفذوها هم. فكيف بيقدروا الشباب يحموا افكارهم؟ شوفي، يعني في حلين. بدي اقول لك شغله، يعني انا هاي بسمعها كثير، اقول لك يعني اخطر شيء تفكر حالك انه انت الوحيد اللي حبكها بالعالم وانت مخترع الذره، هذا واحد. واخطر شيء ثاني انه تضلك تحكي لحالك بالموضوع وما تسوي شيء. فانت بدك تيجي زي ما قلت المره الماضيه، اجيب لكم مثال بميدان. انت ممكن تيجي على ميدان وتناقش هالفكره هاي، اذا كان لقينا اول شيء انه انت جدع وقد حالك او انت جدع وقد حالك، بعدين بنشوف الفكره ممكن نتبناها. في كثير مجالات وشركات ومؤسسات عم تتبنى الافكار.
أنا اللي بقوله أهم شيء إنه أنت ما تحكيها لمين مكان، احكيها مع حدا بتثق فيه وحدا يكون يقدر يساعدك. أنت ما بدك تضلك تحكي بالموضوع بس عشان تفيل جود، تشعر حالك إنك أنت، لا، بدك تحكيها إذا أنت مآمن فيها. إذا أنت مآمن فيها بدور على الشخص المناسب وبروح بحكي فيها بجدية، وبكون حاططها على ورق أو رسمها على رسمة مفرجي إنه مش والله قاعد أنا عم بحلم طول النهار. لا، إذا أنت بدك تحكي مع واحد بده يكون أنت وتفرجي إنك أنت سويت، تقدمت بالموضوع، حطت على ورقة، رسمها على رسمة، تمام؟ زي في البزنس موديل انوفيشن وميت شغلة ممكن الواحد يسويها. في كتير أسئلة عم تيجينا من السعودية وبيحكوا عن سوق السعودية. كتير ناس عندها منتجات وبهمها تطرحها بهذا السوق، كيف عم بيسألوا بيعرفوا إنه هلأ إجا الوقت إنه يطرح منتجاتهم بالسوق السعودي؟ كيف بيعرفوا إنه it's the right time؟ أنا بدي أقوله إنه السوق السعودية، يعني أول إشي الله يديم هالسوق عشان معيش كتير ناس من العالم العربي. الإشي الثاني، أنت ما بصير تكون عن بعد تروح تتخيل السوق السعودي، يا تحمل حالك تحط حالك بالطيارة وبتروح تمشي بالشارع وبتشوف الأوبورتيونيتيز. بس اللي يفضل إنه يكون عندك شريك هناك، حدا تعرفه، حدا بيعرف السوق، حتى تختصر الوقت. انت ما عندك وقت تروح تقعد تجرب، فانت لازم تدور اول اشي على تشانل بارتنر او شريك لك هناك، اللي انت اذا بقولوا لا يو هيت ذا جراوند رانينج. يعني مثال انه انت ممكن تروح تلاقي حدا طبيعه عمله هو عنده علاقات مع نفس زباينك، فانت ممكن وما عندوش نفس البرودكت تبعك، فانت بتشارك معاه. ما تكون بخيل او طماع، يعني دائما الشراكه منيحه اذا كانت متكامله ومتناغمه. فاللي برجع بقول انا السوق السعوديه كبير ومهم، لازم تكون فيه، لازم تغامر هناك، ولازم تلاقي، انا بلاقي برايي لازم تلاقي حدا بيعرف السوق لتوفر الوقت. سؤال عن السوق الأردني بالإنجليزي بيقول: Will innovation stand out in Jordan while investors are always asking for big greedy shares؟ يعني اللي بدي أقول هذا، شوف، ما عنا، أنا بحكي على الخصوصية الأردنية، ما عنا حل آخر غير نكون innovative. ما عنا حل آخر إنه نكون نطلع value for money. يعني لازم نكون هنا بالأردن عشان بسبب صغرنا وصغر مواردنا، الإشي الوحيد اللي عندنا بالأردن هو الإنسان. فهذا موضوع إن والله عندنا كتير أفكار والإنفسترز طماعين، أنا اللي بدي أقولكم إياه، بجوز أنا عم بحكي لكم من واقع، عم بتفرج أنا شو بنسوي بميدان وشو بيسوي بأوس 500 وشو بيسوي بآي بارك. الناس بدها تساعد، بس في تخيل انه الانفسترز طماعين. انا اللي عم بقوله، اذا انت كنت بحضر حالك ومسوي الهوم ورك تبعك وعرفت امتى تيجي عند الانفستر. يعني انا اللي عم بقوله، ما بآمن واحد يعطيني 60 صفحه بزنس بلان وكلها مرتبه بس ما صار في تقدم، وجاي بيقول لي على البزنس بلان هاي والله بس على الفكره وعلى البزنس بلان بتسوى قد الشركه. يعني الحياة، احنا مش قاعدين بسيليكون فالي، بدك تكون رياليستيك، بدك تكون زي ما حكيت انا بمؤتمر هنا انه انت الانفستر، انت زي البياع، بدك تبيع للانفستر، بدك تكون فاهمه. معظم الانفسترز الحاليين بيجوا من باك جراوند تجار، فانت بدك تحكي بنفس اللغة. ما بتقدر تيجي تقول له بس والله عشقفة هالورقة هاي والافكار، انا قيمة الشركة بتسوى الأد. اذا تعتقد لا، جيب له بروتوتايب، فرجيه انك انت عندك زبون او عندك كونتراكت. يعني ما تكون نفكر حالنا بامريكا وعشان كتبنا اكم من شغله وحطيناها بطريقه حلوه ممكن تكون فكره جهنميه، بس انا بدي اكون متناغم مع السوق. سؤال هيك بسيط عن التعليم. شخص هون بيقول لك انا ام تكنيكال بيرسون، هو شخص تقني مش شخص بزنس، بتشجعه يعمل MBA؟ كثير شباب بيسالوا هالسؤال بعد ما يخلصوا البي اي. يعني أقول لكم شغلي، أنا من الناس اللي صح لي أروح أسوي MBA والحمد لله وما رحت.
بتعتمد على أنا مهندس مدني صدقاً. أنا بلاقي الـ MBA إذا الواحد سواها برا تعطي له إكسبوجر تمام؟ عشان يعني الواحد لما يسافر ويشوف بتعلم كتير وبيستكشف. بس إذا بدك تقول لي أنا بدي أسوي MBA عشان ممكن أزيد معاشي بقول لك لا. إذا أنت بدك تسوي MBA عشان أنت بدك تطور من علمك للفاينانس، علمك للماركتينج، علمك للأورجانيزيشنال بيهيفير بقول لك آه. ولكن إذا أنت قاعد بتشتغل بشركة مرتبة وعم بدعموك وعم بدربوك وعندك إكسبوجر بقول لك ما تسوي MBA. بس إذا قاعد وهلا بشركه سوري بشركه نصكم ما عم بدربوا فيهاش فيوتشر وانت بتقدر تروح تسوي MBA بقول لك سويها. كمان سؤال بيقول شو اهم which is more important technical mind or marketing، الشخص او العقل التقني ولا اللي بفكر بالماركتينج شو اسمه مين لازم يكون CEO، التكنيشن او التكنيكال بيرسون ولا الماركتينج بيرسون؟ يعني سؤال بيقول شو اهم الماركتينج ولا لا، يعني سؤال ما بتقدري التقني. يعني بدي اجيب لكم مثال، يعني انتم اليوم يعني اللي بدي اقوله بتعتمد على الشخص. اليوم انا من تجربتي مع التكنيكال بيبل بشكل عام، بشكل تجربتي هلا ما حدا يهجم علي ويصير تجربتي انه هم التكنيكال بيبل ما عندهم هل الاورجانيزيشنال اند والسكيلز هاي. بتعرف كيف السكيلز، انا كيف اقدر اقنع واحد، كيف اقدر احمس حدا، كيف اقدر احط تصور لفيجن كبير، ها تجربتي. الماركتينج بيبل اللي مناح عم بقول انه انا ما بدي اياه يكون شخص دائما بمزح بقول انه ما بدي حدا to sell dreams and then manage disappointment. ما بدي واحد يبيع احلام بدل يقضيها يدير مراحل الفشل كلها هاي. انا عم بقول انه ما في صح وغلط بالموضوع، بتعتمد على الشركه، بتعتمد على الانسان، طبيعه الشركه تمام حتى نقدر نشتغل عليها. شو بقول، انت اليوم ممكن تسوي تكون كومبينيشن. اذكركم انا بمايكروسوفت كيف بيل جيتس جاب ستيف بالمر. ستيف بالمر بزنس اورينتد، فاينانشال اورينتد، ماركتينج اورينتد، وبيل جيتس كان فيجنري وتكنيكال. انت ممكن تخلق شراكه اذا ملاقيين انتوا التنين شركه. بس اذا بتيجي بتقولي والله انا بدي حدا توليد، بقول لك دائما التكنيكال بيبل بحبوش توليد ذا كومباني، الماركتينج بيبل اللي بحبوا. طب على سيرة الماركتينج، سؤال بقول how to expect marketing methods effectiveness especially sharing over social networks. يعني دوركم شغلي الشغلات اللي شفناها مؤخرا أنا سلمت على السوشيال ميديا، يعني زي ما بقولوا سوشيال ميديا وبس والباقي خس. يعني هاي إشي خيالي شفناه، شو اللي صار يا جماعة بدنا نشوفه بتفاصيل، بس يعني إثبات كبير إنه فعالة. الشاطر اللي بيعرف يستخدمها بالطريقة الصح، وكل ما نمشي لقدام الكل راح يكون عنده فيسبوك أكاونت وتويتر أكاونت. الشاطر اللي بيقدر يركب الموجة ويكون ahead of everybody، يعني دائما بكون سابق الناس بثلاث أربع صفحات. فجوابي أنا سوشيال ميديا مهمة مهمة مهمة. اوكي، لكان ماهر قدوره، بس قبل ما نختم الويبينار لها اليوم وممتعه كثير، وبكره هلا بتشوف الاسئله قديش الشباب استمتعوا واستفادوا ان شاء الله من اجوبتك ومن ملاحظاتك. مره ثانيه بكل بساطه، اي شخص بده يبلش كيف بياخذ اول خطوه؟ انا اللي بدي اقوله بديش انا بس بدي احكي، معلش تحملوني، في رساله يا جماعه وانا حكيتها بدبي. في عنا من 50 حسب الأرقام من 50 ل 80 مليون وظيفة لازم نخلقها للشباب. يا جماعة هاي مسؤولية
وشايفين معظم مشاكلنا وتحدياتنا انه مش قادرين نخلق وظائف للشباب. فنبدأ أقوله ما تضلك تفكر بس بوظيفة. إذا أنت من جوا في إشي بحركك وفي إشي يعني مارد بده يطلع وعندك أفكار ضلك دور عليها ضبطها وتسوي تحالف مع the right people، الناس اللي بحبوك، الناس بيقدر ينصحوك، صاحبك، حدا بيكمل معاك تكنيكال، انت ماركتينج وتكنيكال، بس اطلع وسويها. اللي عم بقوله في علم كتير موجود على الانترنت بقول لك شو الخطوات. ممكن تيجي انت تلاقي في كتير، مثلا انا كتير بحب شغلة البزنس موديل انوفيشن، تمام؟ في على الويب سايت بقول لك كيف تسوي البزنس موديل، كيف الأسئلة، شو لازم تسأل حالك، كيف تسوي، كيف البرايسينج، كيف السبلاي تشين. هذا كله العلم يا شباب موجود. كيف في عندنا موجودين الميدان منساعد هالشباب. بتهمنا الكل، ما أحلامه هاي ما على القليل يحاول يحققها. آخر سؤال وسؤال حلو كتير. شو هي توقعاتك للسوق المصري والعربي عامة مع التغييرات الديمقراطية القادمة؟ أنا متفائل 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 متفائل. أقولكم شغلي، أنا بعدت على تويتر يعني وإشي بأشعل البدن. أقولكم شغلي، أنا اليوم راح أطلع لما أسافر بدي أمشي ورافع راسي. I'm going to walk tall عشان الشباب المصري بيسواه ورفعوا راس الكل، والله يخليهم ويخلي كل الشباب العربي. ماهر قدوره، بنشكرك كثير على هالويبينار، وان شاء الله بكلنا ويبينارز ثانيه بالمستقبل. ثانك يو فيري ماتش. تسلم يا رب. ثانك يو.